مرحبا بكم في منتجع وشاليهات الريف تاون بمحافظة الجبوم. شيء من الآخر، فخامة وشغل جميل. استمتعوا إياكم بهذه المناظر في هذا المنتجع الجميل. هذا شاليه وفي ثاني شاليه، وهذه القاعة الملكية لكبار الشخصيات إن شاء الله راح تجهز، وهناك برضو اثنين من الشاليهات. ندخل داخل ونشوف الفخامة كما عودناكم على التغطيات الجميلة والمميزة في محافظة الجمومة، تحديدا في منتجع وشاليهات الريف تاون. خلوكم معنا. تخرج مع هذه البوابة مباشرة وتنزل هنا، هنا المتعة، هنا الهواء غربي، وهنا الطريق إلى محمية الحيوانات. هنا كما تشاهدون الماء العربي والنعام، وإن شاء الله الأزلام تكون قريب إن شاء الله، والخير وما أدراك ما الخير، والاستمتاع بالخير إن شاء الله في ركوب خير بإذن الله. في منتجع وشاليهات الريف تاون بمحافظة الجبوم. هنا جلسات الاستمتاع في الهواء الطلق، طبعا تقريبا أعلى قمة استراحة في محافظة الجبوم. شايفين ساعة الحرم، شايفين كمان جار الحرم. يا سلام يا سلام. طبعا المرافق هذه مسموحة وعادي التجول فيها، تجي من هنا إطلالة على الجموم، راح تشوف الجموم كامل هنا، الجموم وكل قرى الجموم المحيطة والقريبة. نطلع مع بعض. بسم الله. طيب شايفين هذا الجموم، اطلال على الجموم، هنا اطلال على بيروة. الجلسات على الطراز الأفريقي الأنيق الجميل الممتع ما شاء الله. لسه ترى ما دخلنا بكم داخل، احنا الآن في ساحة الشاليه، لسه قدامكم فخامة، قدامكم جمال، وقدامكم شيء يشرح الخاطر. طبعا هذا الطريق المؤدي إلى الشاليه. بسم الله، توكلنا على الله وتسجيل دخول فخم ما شاء الله تبارك الله. انا بجلس هنا بس بسمع صوت الشلال واسترخي هنا. الله 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 على الجمال. الله والله اقول لكم ما بطول هنا، في شيء جميل ينتظركم قدام. بسم الله. شايفين المسبح كيف؟ شايفين المسبح؟ شايفين الفخامة؟ شايفين الجمال؟ الشلالات. بسم الله. قبل ما ندخل جوا، لسه نوريكم هنا الجلسات. هم يطلع على المسبح هنا، تسوي تان ولا تسوي اللي يعجبك كذا، تروش قبل ما تنزل المسبح. ناخذ بكم جولة على الساحة الخارجية للشاليه. شايفين استمتاع بمنظر الغروب هنا، حين تغرب الشمس. هنا جلسة خارجية، تبغى تشوي، تبغى تتكي، تبغى تتقهوى، على كيفك. المطبخ كامل متكامل ما شاء الله، مايكروويف، ثلاجة، سخان، صحون، كل شيء تحتاجه متواجد هنا، متوفر ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام.
شاء الله من اول واحد يجي يستخدمه هنا ما شاء الله تبارك بسم الله. نفتح ولا ما نفتح؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هذا سلام من الداخل يا ما شاء الله تبارك الله. شايفين بشي باخذ بكم زاوية هنا تشوفون المساحة كيف. منتجع وشاليهات الريف داون بمحافظة الجمول. طيب الشغل اللي ما يمزح هنا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. وينكم يا العرسان ما شاء الله تبارك الله. هنا ما يحتاج كلام. وهنا الإطلالة على هذا المسبح. طيب هنا تستمتع منظر المسبح هنا وشايفين المنظر كيف. شايفين طبعا تلفزيون ودولاب وكل شيء متوفر هنا حتى دورة المياه الله يعزكم من أجمل ما يكون. كل شيء عالي العال. شايفين معنى الإضاءة الآن صح؟ في هنا ليازر راح تشتغل بالحساسات. كيف؟ أنا أوريكم الحين. طفي يا ريان. يلا بسم الله نبدأ الصفقة. نبدأ الصفقة. يا سلام. يا سلام. يعني يرقص هنا واستمتع بالليازر. الله الله الله. ياي. والله يجي دبكة هنا. الله. ياي. يا سلام. كل ما ترقص زيادة كل ما زاد الحماس هنا. يا سلام يا سلام. يا سلام. طبعا بالصفقة تغير النغمات وكل ما تتحمس. برضو ما كحلنا هنا ما ريحنا. يا سلام يا سلام. نروح المدخل المسبح. هذا مدخل المسبح. شايفين هذه الجلسة الروقانية. يا سلام يا سلام. الليلة قماري كمان. بسم الله. هذا المسبح. الله الله. هنا منتجعات وشاليهات الريف داون بمحافظة الجموم. شاهدوا الجمال والفخامة هنا ما شاء الله تبارك الله. اللي شفتوه الآن كان أحد المنتجعات في الريف داون. تعال زور الريف داون وتشاهد بعينك جمال المنتجعات الست الموجودة في هذا المكان الجميل. حياكم الله في منتجع الريف داون
في محافظة الجمهورية. طبعا الان جينا في السعر. ايوه السعر بمناسبه الافتتاح، وهذا الجمال كله لاجل عيونكم راح يكون السعر 750 ريال لمده اسبوعين. الجمال ذا كله ب 750 ريال ليله كامله تقضيها في هذا المنتجع الفاخر.